احنا كتبنا واديناكم فرصه على السوشيال ميديا تقترحوا اسماء. المتحدث الرسمي باسم العاصمه الاداريه الجديده اعلن عن مسابقه بمليون جنيه لاختيار اسمه جديد ولوجو ومش هنسرب. وطبعا لازم نكون ايجابيين ونشارك في الاختيار. ايه احسن شعار؟ اسم وشعار للعاصمه السيسي. تعال نشوف بقى كده. عمر محمد بيقول مدينه البلح شعارها ثلاث بلحات على شكل عسكري، اتنين منهم بيؤدي التحيه. مدينه البلح حلو قوي. نسيم الصبا بتقول الاسم الجديد بلحلاند، حلوه بلحلاند، واللوجو طبله عشان كل اللي هيسكنها المطبلاتيه والمعرضين، حلو برضو بلحلاند مش بعيده يعني. محمد بيقول تبقى نخله سيتي بتصميم زعفتين كده عشان دايما يفتكر اهله، ويبقى في مول كبير اسمه عجوه مول، ولازم يبقى فيه بلحه كلاب. حلو والله يا محمد انت بقى اللي... لا يا جماعه انا حاسس ان محمد احسن ترشيح لحد دلوقتي. بوسينا القماش بتقول اي اسم مش هيفرق، المهم يسبقوا او يلحقوا اسم السيسي واللوجو السيف والنجمه. بوسينا ما بتهزرش، اي اسم مش هيفرق، المهم يسبقوا او يلحقوا اسمه السيسي زي سيسي لاند مثلا والسيف والنجمه. السيف والنجمه ليه؟ قصدك عشان الحال. قصدك عشان الحلم. شكرا بوسين القماش. الاسم وقبل ما تعدي بوسينة، بس بوسينة هو ال بوسينة يظهر جابت المعلومة دي من ان المسجد بتاع اللي معمول في العاصمة الإدارية اسمه الفتاح العليم، ويظهر الكنيسة كان لازم يسموها اسم برضو على فكرة، تبقى مثلا القديس عبد الفتاح او كنيسه عبد الفتاح ماري مرقص، يعني يبقى فيها عبد الفتاح، او كنيسه الشهيد سيسي مثلا، سيسي بطرس، يعني لازم هي عايزه تقول ان كل حاجه يبقى فيها اسم السيسي. محمد احمد بيقول الاسم وكاله البلح، اللوجو شوايه كده وعليها اسياخ كفته. وكاله البلح اسم قديم، لا احنا عايزين حاجه جديده. ابو خالد بيقول مغاره علي بابا والاربعين حرامي، مع ان العدد اكبر من ذلك بكثير، لكن الله يا مصر. لا طبعا ما يصحش نقول الكلام ده على العاصمه الجديده لمصر. جون فيكتور بيقول نسميها العزبه او عزبه العسكر، واللوجو يكون بندقيه ومدفع ودبابه حول سجن. برضو العزبه وعزبه العسكر، عايزين حاجه اكبر. سمير عبد الله بيقول مدينه الدماء، ايه الرعب ده يا سمير؟ من كتر الدماء التي أريقت ولم يقتص لها حتى الآن. لا مالناش دعوة، الناس اللي هتسكن جوه بتكره أصلا الشعب. أمال حكيم أو الحكيم بتقول اليوتوبيا، لأنها زي رواية خالد توفيق، أحمد خالد توفيق. محمود بيقول يوتوبيا البلح، اليوتوبيا يعني المدينة الفاضلة. عادل بيقول بلح سيتي واللوجو على شكل خازوق. أنا معاك يا عادل بقى بجد ومغري. هاني بيقول بما ان اللي هيعيش فيها اهله وناسه وحبايبه يبقى نسميها ارض النفاق وشعارها الدبابه. انت عارف يا هاني، بس قبل ما نمشي من هاني، انا من الجيل اللي حضر نكته غريبه جدا، ممكن ما تضحكش دلوقتي بس انا سمعتها من الناس الكبيره يعني اللي عاشوا عصر عبد الناصر. بيقول لك عبد الناصر كان ماشي في احد البلاد في مصر، فلقى شارع مكتوب عليه شارع الرجاله الشمال، فقال ما يصحش كده، بعد العهد الجديد والثوره والحاجات دي الاسماء دي لازم تتشال، يعني عيب. رجاله الشمال دول كانوا ايام الملك، دلوقتي لازم تغيروا، وهعدي بكره اشوف الشارع. فبتقول النكته عدى عبد الناصر تاني يوم لقى اليافطه الجديده مكتوب عليها شارع الضباط الاحرار الرجاله الشمال سابقا. انا مضطر اقول الرجاله الشمال. عمر او عمرو بيقول رايي يسموها الارض المحتله واللوجو يبقى نجمه اسرائيل. ارحل يا سيسي، احلى حاجه فيك يا عمرو انك انت عامل ارحل يا سيسي. سلامتك يا دماغي بيقول اكيد هتكون مدينه السيسي، بس انا اقترح المعسكر الدائم واللوجو مبنى كبير حواليه اسلاك شائكه. انت حقود يا سلامتك يا دماغي، حقود حقود. عايزك تتخيل نفسك جوه قلعه السيسي، قلعه بلحه،
قلعت بلحه كويس، قلعت سيسي مباشره شويه، قلعت بلحه حلوه. طيب على كل حال دي بعض الاقتراحات اللي قدموها الناس اصدقائنا على السوشيال ميديا، وكلها اقتراحات كويسه. بس طبعا على السوشيال ميديا لما هيقترحوا الحاجات دي هتسمع بقى اسماء رهيبه جدا. وكان في اسماء الحقيقه يعني شافوا اداره البرنامج انه ما يصحش لانها فيها اباحه، وهي مدينه الاباحه الحقيقه يعني. يعني مش عارف ايه العيب في انها تبقى مدينه اباحه يعني، ايه العيب يعني اذا كان اللي عاملها ابيح وسافي للادب عادي يعني. على كل حال